اللي سترها امبارح من يوم ألست بربكم، وكل ظلمات ما مر عليه الإنسان من وحدة ومن أهوال، غدا سيكفيه كما يكون. ولا الآخرة خير؟ بس كان لو كانت الحكاية كده كان قال له ولا الآخرة خير من الأولى، كانت تنفع لكل الناس، إنما الآخرة بتاعتك أنت. يبقى زعلت مني ليه لما قلت وما القيامة إلا يوم جعل فيه سيدنا محمد عروس القيامة ليرفعه على بساط عرش يقال له فيه ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فمن ارتضاه النبي بنظرة كان في أمان الضمان، ومن أولاه النبي عطفة كان في شفاعة وأمان، والكل خسران خسران خسران. يا حبيب ولا الآخرة خير لك. قوم المفسرين قالوا ولا الآخرة، أي يعني كل لحظة أحسن لك من اللي قبلها، تبقى آخر لحظة في إيه؟ ما أنا مش زعلان منك، أنا متفق معاك. آخر لحظة إيه؟ آخر لحظة وأن إلى ربك المنتهى. فتبقى أصعب لحظة إيه؟ لحظة اللقاء بتاعتك أنت. أنا هخليها لك أحسن من الأولى. طب وهو في الأولى كان عايز إيه؟ كان عايز الأمة. قال لي قال وأنا أصلا بعته للرحمة للعالمين وما أرسلناك إلا إيه؟ فهو سيدنا النبي ما هو إلا سهم رحمة أطلقه الله وأنحنى فأحاط العالمين. فاكرين لما شرحت لكم اسم أحمد؟ قلت أحمد ألف صح؟ الحمد وألف، أدي السهم، سهم التوحيد اللي انطلق. فلما انطلق سجد وانحنى فحوى العالمين رحمة، بقى مين؟ بقى إيه؟ مين؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أي وعد أنه يديله إيه؟ الشفاعة، البركة دي للأمة، دلاله عشان الأمة. أنا قلت اللهم صل على مشهد الدلال الأعظم في ساحل الجلال الأعظم وافتح لنا به الفتوح الأعظم. وبعدين فتح له خلاص، عطاله خلاص، ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الله بيبدأ بقى يذكره بالقديم. ألم يجدك ألم يجدك يتيما فآوى، المحذوف منه من أجلك الأيتام. ألم يجدك يتيما فآوى، ما قالش فآواك، فآوى كل الأيتام عشان خطرك. ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك وشرع لنا أن نكرم الأيتام بس من أجل وجدك ضالا فهدى. الضل دي يعني شديد التوله، ملهاش تفسير كتير عشان ما تدوخناش. ضل يعني شديد الحب، شديد الرغبة في الله سبحانه وتعالى. جبتها منين؟ قال إنك لفي ضلالك القديم. فسمى أهل اللغة الضلال من أسماء الحب، إنما ضلالك القديم يعني حبك وتعلقك بيوسف اللي مخليك مش شايف غيره. فوصف الحب عندما يعمي الإنسان عن ألا يرى إلا محبوبه ضلال، ده اسمه ضلال الهدى. لما قال له إيه؟ ووجدك ضالا، قال ووجدك ضالا أي مهتديا راغبا محبا لنا فهدى بك. مش فهداك هو، يكون وما كان بيتعبد لمين قبل الوحي؟ والا لو كانت فهداك كان يبقى فهداك، لو كانت ما قاعد عليه ووجدك فهداك، انما ووجدك فهدى. ووجدك عائلا، عائل مين بقى؟ فاطمه واخواتها؟ لا، الامه. عائل يعني ايه؟ عائل لا، ما هو الامه هنا ما تقتضيش المسلمين، خلوا بالكم. لا، الأمة هنا بمعنى الإنسانية، إذا كانت أمة الدعوة. ما هو في الأمة، فهم الأمة، الأمة أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة البلاغ اللي هو كل الإنسانية، وأمة الإجابة الأمة الإسلامية. ألف ووجدك عائلا،
عائل الإنسانية لما قلت لك وما أرسلناك إلا إيه؟ فأنت تعول كل العالمين رحمة، صح؟ وتعول كل العالمين علما واطلاعا، إذ قيل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهو يعول كل العالمين رحمة وعلما بالاطلاع. فأغنى، ما قالش فأغناك. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيمة زي ما عملنا بقى معاك فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك. إيه نعمة ربك؟ بالنسبة لسيدنا النبي، بالنسبة لسيدنا النبي إيه النعمة اللي عنده؟ كون أن الله خلقه من مادة الحمد وأفاض عليه من المحامد ما صار به محمود، وجعله رحمة للعالمين، وأسرى به من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات فارتفع له الحجاب ورأى ربه. هذه أعظم نعمة لحضرة النبي، وأعظم نعمة لنا إحنا سيدنا النبي، أعظم. ولذلك قال وإن تعدوا نعمة الله، ناس فسرتها الإسلام وناس قالوا النبي، لأن الإسلام لا يتم إلا بالنبي، يبقى مقتضى الحال وإن تعدوا نعمة الله. ولذلك ما قالش وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. أمال إيه نعمة؟ إيه النعمة دي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك.